كان عندي وانا صغير فكره ان انا اروح مكان ما العبش فيه بشكل اساسي حتى لو مكان كبير كانتش موجوده يعني. 2002 2003 السنه اللي قبل ما اروح مارسيليا المسؤولين الميلان جم قعدوا معايا في امستردام، كان عندهم انزاجي وشفتشينكو وان انت تبقى المهاجم الثالث، وقالوا لي ان اول موسم هتلعب ماتشات الكاس بس، فرفضت الفكره. وانا كنت كبروفايل وبوتنشال كان اعلى من تومسون بكتير، انا كنت اصغر وكنت يعني بروفايل مختلف يعني. ودي من الحاجات اللي انا ندمت عليها، لان تومسون سنتها راح، شفتشينكو وانزاجي اتعوروا او واحد منهم اتعور، حد منهم جاله حاجه جامده جدا، وتومسون لعب 25 ماتش وكان كويس يعني.